بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة هنتكلم عن مشكلة، المشكلة دي اللي هي بتاعة التلقيح. المشكلة دي بتحصل في معظم القرعيات تقريبا، يعني تمام، إن كان في الكنتالوب، إن كان في الكوسة بالذات، وإن كان في القرع العسلي، وهشرحها لك بالصوت والصورة وقدام عينيك عشان تشوفها، لأن فيه ناس كتير جدا الجهابزة اللي بنشوفهم على الفيسبوك واللي هم تعبين البشرية في كل حاجة، تمام، وكل اللي قرا له سطرين بيفتي فيها كلسم بورون كلسم. ايه يا عم بالراحة، خربتوا بيت الناس. افهم المشكلة سببها ايه عشان ما تخربش بيت الناس بعد كده، ماشي، وبتخرب بيت اللي انت شغال عنده، واذا كنت بتشتغل في ارضك ولا في ملكك برضه بتخرب بيت نفسك، تمام. تعالى بالراحه كده عشان ما تكش كل اللي لسانه بلع لسانه يقول لك اصل الكالسيوم والبورون، اصل البورون والكالسيوم، اصل ما عرفتش ايه، لا بورون ولا كالسيوم، بالراحه. حط اولا، ما بقولكش ما تحطش كالسيوم، تمام. البورون ده انا مش في دماغي قوي يعني، تمام، وطول عمري بزرع من غير بورون يعني، تمام، اراضينا اصلا فيها بورون كتير، فما تدققش في الحته دي قوي، تمام. افهم كده وتعالى نشوف المشكلة واصلة فين، تمام؟ طيب سيدي، احنا متفقين ان القرع العسلي اولا، او الكوسة، او القرعيات، والقرعيات بتشمل كل ما هو قرعيات، القرع العسلي، القثاء اللي هي القتة يعني بالمصري، الخيار، ماشي، الكنتالوب، البطيخ، كل ديت، والكوسة، كل ديت قرعيات، تمام. طيب تعالى أشوف المشكلة إيه. المشكلة في القرعيات إن هي التلقيح بتاعها خلطي. يعني إيه خلطي؟ يعني فيه زهرة مذكرة وفيه زهرة مؤنثة، فيه زهرة مذكرة وفيه زهرة مؤنثة. عشان يتم التلقيح بصورة سليمة لازم يجي نحل أو ذباب، تمام، ويروح على الزهرة المذكرة. فين الزهرة المذكرة؟ اهي دي زهرة مذكرة. طب اعرف الزهرة المذكرة منين؟ دايما هتلاقي الاتجاه بتاعها الاعلى، تمام، هتلاقي الاتجاه بتاعها لاعلى على طول كده، وما فيهاش اي ثمرة، ما فيهاش ثمرة اهي، تمام. ديت ايه؟ ديت زهرة مذكرة، تمام. النحلة بتيجي بتحط هنا في المكان ده، هو بتاخد حبوب اللقاح في فمها او بقها، يعني في رجليها، في جسمها كله، وبتطلع لنا فين؟ بتاخد حبوب اللقاح ديت وبتروح على، اسمع عشان لسه لحد دلوقتي احنا ما قلناش السبب ايه، تمام، انا بشرح لك بس العمليه جايه منين، وبتروح على الزهره المؤنثه. فين الزهره المؤنثه؟ تمام، اهي زهره مؤنثه اهي، تمام، دي زهره مؤنثه اهي، فيها الثمره بتاعتها اهي. هتفتح الزهره المؤنثه وهيحصل ايه؟ وهيحصل النحله هتيجي هنا وهتحط حبوب اللقاح او تعمل تلوث بحبوب اللقاح، وتبدا الثمره كده تعقد وتشتغل تمام التمام. طيب القصه دي تعال نشوفها هنا كده. لو جيت حضرتك للمكان ده هتلاقي الزهر ده ميت. الزهر ده ميت اهو، تمام، ده ميت، ده اهو ثمره اهوت ميت، تمام، دول ميتين اهي اهي، ميت، دي ميته. طب ايه اللي حصل؟ بيحصل في الكوسه كده، وبيحصل في البطيخ، وساعات بيحصل في الكنتالوب، تمام. ايه اللي حصل؟ طيب اللي حصل يا سيدي الفاضل مفيش اي مشكله خالص غير، طيب دول ماتوا. طيب تعال على دي عايشه وهتكمل، دي عايشه وهتكمل. طب هتقول لي هتكمل ليه؟ ما انا اقول لك على حاجه. هو كل اللي حصل ان دول طلعت الزهره المؤنثه بتاعتهم قبل القرع او الكوسه، تمام، ما يطلع فيها زهر مذكر، تمام، فما حصلش تلقيح. دول طلعوا مبكر، تمام، دول طلعوا مبكر، تمام، قبل دول زهر مؤنثه، خلينا متفقين، تمام، دول طلعوا قبل الزهره المذكره اللي هي دهيت، يعني اللي هي دهي مذكره تاني اهي اهي. طب دي مؤنثه ما نفعتش اهي برضو تاني، ليه؟ لان دي طلعت قبل دي ما تطلع، ما فيش، دي طلعت
قبل دي ما تطلع، فما حصلش تلقيح، فبقى بالمنظر اللي انت بتشوفه ده. في الكوسه بتبقى المشكله عام. طب ديا دول حصل لهم تلقيح، شايف ثلاثة ما شاء الله عاملين ازاي، دول حصل لهم تلقيح. ليه؟ لان الزهره المذكره دي طلعت وبعد كده طلعوا دول فحصل لهم تلقيح. النحله نقلت من هنا حطت هنا، النحله نقلت من هنا او الذبابه نقلت من هنا حطت فين؟ حطت في الزهره المؤنسه اللي هي دي، تمام؟ اذا حصل في توافق، بس في الاول ما كانش في توافق، تمام؟ لذلك هنلاقي الزهره اللي في الحجر كلها ميته. طب الزهره دي لا ما شاء الله دي طالعه وتمام التمام وتم التلقيح بتاعها كمان. نشوف واحده تانية، نشوف واحده تانية، تعال على دي كده، تعال دي، دي زهره مذكره، مذكره لفوق دايما لفوق ما فيهاش اي حاجه اهي تاني. طيب هنلاقي دي طلعت في الاول اهي، اول واحد ما بشوف كلسم وبورون، بورون وكلسم. ايه يا عم في ايه؟ اهدى 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 بالراحه، خربتوا بيت الناس. ده مش كلسم ولا بورون ولا نيله، ده ما حصلش تلقيح اصلا، لان دي زهره مؤنثه طلعت قبل المذكر ده ما يطلع، ما حصلش تلقيح. طيب دي في نفس دي انا لسه قاطعها من عندك اهو، تمام؟ والتانية بتاعتها اهي اهي برضو، دي برضو تعبانة خربانة مش هتنفع. طيب قعد الامتداد بتاعنا لحد ما طلع لي الاربعة دول، دول تم التلقيح بتاعهم وتمام التمام، ما فيهمش مشكلة خالص. الكبسولة دي لو شلتها تلاقي هنا ما فيش اي حاجة جامدة، ما فيش اي مشكلة خالص. دول لو راقبتهم، لو راقبت دول هتلاقي كل يوم بيحصل تطور فيهم، كل يوم بيحصل تطور فيهم وبيكبروا، تمام؟ دول تمام. دي لا خلاص هي اصفرت كده وماتت. شايف الزهره دي؟ شايف دول؟ دول تمام التمام ما فيهمش مشكله برضه اهي. شايف حتى الشكل بتاع البادي بتاعها، جسم الثمره نفسه طالع بسيمتريه، شايف بشكل عامل ازاي؟ اما اللي هي ما حصلش تلقيح وطلعت قبل المذكر ما يطلع، شايف كل المذكر اللي فوق اهو، اقرب لك الصوره، كل المذكر ده اللي فوق ده مذكر، تمام؟ اما اللي طلع، اللي طلع اهو، تعال على دي كمان، تعال اهي، شايف دي ما نفعتش، دي ما نفعتش، تمام؟ ولا دي هتنفع. اول واحد نشوفها كلسم، مش كلسم ولا حاجه، فاهمني؟ مش هتسيب، مش هتسيب طرها اهو، ده العرش اهو، نفس العرش اهو، شايف كل ده هيطلع، جايبه ثلاثه اهم، كل ده هيطلع اهو، دي فتحت اهي، هتيجي النحله هتاخد من المذكر تحط للمؤنث ده وخلاص القصه على كده. اذا ما تكون مش كل شويه كلسم بورون كلسم بورون، ده احنا بنشوف على الفيس، اقسم بالله عجايب، اتقوا ربنا في الناس عشان الناس تعبت. ما انتش عارف، اسكت اسكت، اتعلم 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 اتعلم، قسما بالله العظيم انا لحد دلوقتي كل يوم بتعلم حاجه في الزراعه. هقول لك على حاجة قد ما تصدقهاش، أنا رشيت رشة من كام يوم عملت لي مشكلة، عملت لي مشكلة. أول مرة بستخدم عناصر صغرى بالمنظر ده، حطيت كيلو جرام على اللتر عناصر صغرى، عمل لي مشكلة. هقول والله أنا لا، بعد كده خلاص قفلت، يبقى أحط مش العناصر اللي وحشة، أنا اللي وحش، فهمني؟ رغم إن والله مكتوب عليها المعدل من 2 لـ 2.5 لـ 2 جرام، تمام؟ لكن النتيجة جت كده، ما عادش بقى انعكس نفسي. رشيتها على الطماطم ما عملتش مشكلة، بنفس القصة رشيتها على الفلفل عملت مشكلة. يبقى أنا بحفظ وبتعلم. المركب ده مركب محترم، مش هقول روح بقى أقول للراجل والله أنت اديتني عناصر صغرى وحشة، لا. أنا اللي جربتها، هو ما يعرفش هو ببيع، بس مركب ألماني محترم. ماشي، أنا حطيت اللي مكتوب عليه، تمام؟ لكن للأسف الشديد ما عمليش مشكلة في الطماطم، عمل لي مشكلة في الفلفل، فكل يوم إحنا بنتعلم حاجة جديدة. فبالله عليك، مش عشان حفظت كلمتين او لقيت واحد كاتب لك منشورين ثلاثه على الفيسبوك تخرب بيت الناس، وكل ما تبان لك حاجه قصدي اهدى اهدى شويه. ده حتى البنات، ده حتى البنات اللي عمرها ما نزلت ارض على طول، كلسم بورون بورون كلسم، ايوه، ايه المراره الطفحه دي، تعبتونا والمصحف.